السلام عليكم، عندنا مراجعة للعبة كود فين. هذه اللعبة اللي تأجلت كذا مرة من 2017 كنا نسمع عنها لحد الحين تم إصدارها. اللعبة فيها من نمط دارك سولز، فأتمنى مراجعتي توصل لكم فكرة اللعبة بشكل مناسب. في هذه المراجعة راح أتكلم عن 5 أشياء أساسية: القصة، طريقة اللعب، والمؤثرات الصوتية، والجرافيكس، والأونلاين. بس قبل ما أبدأ بالمراجعة راح أعطي نبذة سريعة عن اللعبة. لعبة كود فين من تطوير ونشر بانداي نامكو، وهي لعبة أكشن آر بي جي، وتم إصدار هذه اللعبة على جهاز بلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي. أول شيء راح أتكلم عن القصة. القصة باختصار عبارة عن وباء حل المدينة وأثر على سكانها وتم تحويلهم إلى وحوش، وصاروا من ضمن مجموعة معينة ضد مجموعة الريفننت. وهذه المجموعة الريفننت هي مجموعة اللي راح تبحث عن حل لهذه المشكلة، واللي راح تواجه الوحوش والزعماء، واللي اصلا هم معتمدين حياتهم على الدم النظيف. وصارت معركة كبيرة وانتهت بنتيجة غامضة، وانت بكونك البطل راح تستيقظ في مكان مجهول وفاقد جزء من ذاكرتك بسبب هذه المعركة. وفي شخصية مجهولة لقيتك طايح على الارض وفاقد الذاكرة، فهي استيقظتك وحاولت انها تساعدك. وبالفعل هي هذه الشخصية تعرف اماكن معينة حق ينابيع الدم اللي يخليك تعيش وما تتحول الى وحش. وراح تدخل في مجموعة عبارة عن ابطال، وكلهم لهم هدف واحد هو الانتقام من الزعماء وتحرير المدينة. وراح تكتشف بنفسك مسار القصة والاحداث اللي تصير والاشياء الغريبة اللي راح تشوفها بنفسك. اول ما تلعب اللعبة وتخلص مشهد البداية راح ينقلك بعدها الى مكان لعمل كاستمايز او الشخصية الخاصة فيك. طبعا انا عجبني جدا امور وتفاصيل صنع الشخصية من ناحية اختيار الشعر، اختيار الملابس، اختيار الاكسسوارات، اختيار الالوان. كان مجال جدا كبير، وهذه نقطة تحسب لهم بان المطورين خلوك وعطوك الحرية الكاملة اللي تتحكم وتصمم شخصيتك باللي يعجبك. وحتى اذا انت صممت شخصيتك وبدأت اللعبة وتقول ان شلون بغير، الموضوع جدا سهل، في اي وقت تقدر تروح وتغير تصميم الكاركتر مالك وتعدل عليها. اما بخصوص طريقة اللعب، تعتمد اللعبة على تطوير شخصيتك وتطوير الأسلحة والملابس، وبكونها لعبة RPG فأكيد راح تهتم في أمور الدفاع والهجوم، وهذا كله يذكرنا بلعبة Dark Souls. هي بالفعل فيها من لمسات Dark Souls لكن بنمط وستايل رسومات الأنمي. وفي شيء أساسي باللعبة وهو Code Blood، يعني كل دم له رمز أو نمط معين. تقدر في أي وقت تغير هذه الكلاسات، تحول من ساحر إلى محارب إلى رينجر إلى أشياء أنت تقدر تكتشفها أو تركبها حسب اختيارك. وطبعا كل كلاس له مهارات معينة، هذه المهارات أما تكون أكتف أو أنها تكون باسيف. طبعا الباسيف هي أنها تكون موجودة أو من تفعلها أو من تشتريها راح تكون موجودة بشخصيتك من غير ما تتدخل أنت في تفعيلها. أما مهارات الأكتف هي مهارات أنت تفعلها في وقت المعركة، وطبعا لها تايم معين عشان ترجع هذه المهارة وتستخدمها مرة ثانية. وفي طريقة اللعب المطورين اهتموا أن يعطونك شيئين: القصة والدانجنات. طبعا هذا الشيء يعطي إيجابية للعبة بحيث أنك تقدر تاخذ عمر أطول في اللعبة وتستكشف أشياء كثيرة. القصة مسارها معروف، راح تستمر إلى أن توصل إلى الزعيم الأخير، لكن الدنجنات عبارة عن أماكن راح تنزل لها تحت يسمونها الدبث. هذه الأماكن كل ما تتعمق أكثر كل ما تزيد صعوبة الدنجن، ولما تنزل في أي دنجن راح تقدر تحصل أيتمات معينة. هذه الأيتمات تحتاجها جدا حق تطوير أسلحتك وتطوير ملابسك وتطوير شخصيتك. وكل شخصية راح تواجهها في منطقة الأمان راح تقدر تكلمها وراح تقدر تستبدل معاها بأدوات ثانية، بمعنى أنك أنت تبادل معاها بأشياء تعطيها وتعطيك أشياء ثانية بديلة. نظام التلفيل جدا بسيط وسهل بشكل ما تتوقع. مجرد ما أنت تجمع هذه النقاط راح تروح حق البونفاير وتقول له ليفل أب، وراح تقدر أيضا تكلم الأشخاص هني الموجودة في هذا المكان وتقول لهم أن أبيك تساعدني وتكون معاي البارتنر. والبارتنر هو عبارة عن شخص موجود من اللعبة NPC راح يساعدك طول مجالك في اللعبة. وكل بارتنر له خواص معينة ولها أبليتي معين وهو راح يستخدمه، أنت ما راح تتدخل فيها، ولكن بذكائك وشطارتك تستخدم البارتنر المناسب في المعركة المناسبة. الذكاء الاصطناعي للبارتنر جدا رائع، جدا قوي، وهذا الشيء اللي يعطي إيجابية أكثر، بحيث أنك أنت لما تدخل في معركة وتواجه زعيم راح يصير إصابات عليك وعلى البارتنر مالك، فتلاحظ أن البارتنر راح يعطيك جزء من الدم، يحولك جزء من الدم ماله لك كنوع من المساعدة. وأيضا أنت لازم تنتبه لهذا الشيء، لما تشوف أن البارتنر مالك بيموت راح تنقل له جزء من الدم مالك للبارتنر أو للشريك.
وكذي راح تقدرون تساعدون بعض في المعركة ضد الزعيم. من عيوب اللي واجهته في طريقة اللعب هي الكاميرا. أحيانا الكاميرا تكون مزعجة، الكاميرا قريبة جدا، أنا أتمنى أن كانوا يبعدون الكاميرا، لأن في أماكن ضيقة أنا أكون محكور بين الصخر وبين الوحوش والكاميرا كانت ما تبين معاي أنا وين قاعد أضرب ومنو قاعد يضربني، فكنت أتمنى أن الكاميرا تتعدل بشكل كبير. أما بخصوص الجرافيكس، الجرافيكس كان في اللعبة جدا بسيط وعادي متواضع، حتى تصميم العالم وتصميم الدنجنات كان جدا بسيط، تحس انه ما في اي تعقيد او ما في اي اضافة جميلة من ناحية التصاميم او تصاميم العالم او الجرافيكس الخاص فيهم، ولكن اهتموا جدا في تصميم شخصيات الانمي او شخصيات الابطال، وحتى الوحوش كان تصميمه جدا بسيط وعادي، فانا اشوف الجرافيكس كان جدا متواضع جدا بسيط. انا شخصيا اول ما شغلت اللعبة اندمجت مع الموسيقى الموجودة قدامي وكانت شيء روعة. مشوار طريقك في اللعبة راح تشوف ان الموسيقى موجودة في اماكن معينة فقط، يعني طول فترة اللعب او طول ما انت تمشي في هذه المنطقة ما في موسيقى، راح تسمع اصوات الوحوش وراح تسمع اصوات العالم اللي حولك اللي هو الانفايرمنت وغيره من الامور. اما الموسيقى الحقيقية تبدأ في معركتك مع الزعيم، فكل زعيم له موسيقى خاصة وهذا الشيء اللي يعطي حماس اكثر في اللعب والتوتر في نفس الوقت. بخصوص الاونلاين في لعبة كود فين، الاونلاين جدا بسيط، انك انت تساعد الاشخاص في المعارك في الأمور في المنطقة اللي هو متوهق فيها فمساعدات، وأيضا تقدر تختار في الأونلاين إذا أنت بتتلعب مع صديقك أو شيء أو أنك تبتستدعي، فتقدر تخلي كود معين وهذا الكود هو راح يكتبه راح يدخل عليك على طول في لحظة اللي أنت طالب فيها مساعدة. وطبعا كل عملية مساعدة بالأونلاين ناجحة ضد الزعيم راح تاخذ أنت المساعد راح تاخذ نوع من التايتل او النقاط، انك كل ما ترفعه يعطيك تايتل معين او اسم معين وراح يبين حق الشخص الثاني انت كم مرة عملت مساعدة ناجحة ضد زعيم. في كود فين كانت الاونلاين مناسب لها وكانت ايجابية لها بالفعل. ملاحظة اخيرة اللي يسأل عن تعريب اللعبة، هل اللعبة فيها عربي او لا؟ اللعبة ما فيها عربي نهائيا. باختصار تقييمي حق لعبة كود فين، اللعبة تستاهل التجربة وانا راح اعطيها 7/10. قصتها حلوة، الاونلاين ممتع، المؤثرات الصوتية والبصرية جيدة جدا، ولكن الجرافيكس كان يعني جدا بسيط وكنت أتمنى أن الجرافيكس يكون فيها أشياء أفضل. وأيضا الشيء اللي ضايقني هو الكاميرا كانت جدا مزعجة في بعض الأماكن مثل ما قلت لكم قبل. أتمنى أن المراجعة عجبتكم وأتمنى أنكم تعطون اللعبة فرصة وتشوفونها وتجربونها. كان معكم أخوكم عبد الله، شكرا، مع السلامة.